برحب بيك مرة تانية طبعا يا كابتن هيثم، كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. واحد يعني أسطورة كبيرة من أساطير النادي الأهلي في كرة اليد بالنادي الأهلي طبعا كابتن أشرف عواد، بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي في البداية. تحياتي ليك وتحياتي للكابتن هيثم، وبسلم عليه طبعا وصب علاقات النادي الأهلي، نادي الكيان ونادينا العظيم. كابتن أشرف، خلينا في البداية نتكلم عن وقائع المؤتمر الصحفي، مؤتمر صحفي كبير يليق باسم مستر ديفيد ديفيس. خلينا نتكلم عن فكرة اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي والنشاط الرياضي بالنادي الأهلي بفكرة تقديم المدير الفني الجديد لكرة اليد بالنادي الأهلي بهذا الشكل، ويعني بهذه الضخامة، مش بس الاهتمام بكرة القدم. يعني يمكن شفنا مثلا من فترة المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، ولكن النهاردة يعني مؤتمر صحفي لا يقل أهمية عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لكرة القدم. هو طبعا ده اللي احنا متعودين منه بالنادي الاهلي بالنسبه للمؤتمرات الصحفيه، اذا كان هاندبول او باسكت او كوره. وطبعا ادي النادي الاهلي طبعا المؤتمرات اللي بيعملها ديت لتقديم المدربين، اذا كان كوره او هاندبول. وطبعا النهارده احنا في المؤتمر قدمنا طبعا كابتن ديفيز، مستر ديفيز، طبعا من المدربين اللي هم الاكفاء اللي برضه جم مرنوا في مصر هنا في 2019، مدرب ذو قيمه عاليه. ان شاء الله ربنا يوفقنا طبعا ويوفق اتخاذ عودي ومجلس اداره جهه كابتن خطيب ومعالي الوزير وكابتن قائد المرتجي وكل اعضاء مجلس اداره اللي هم ما بيبخلوش على اي حاجه بالنسبه لالعاب الصالات. وطبعا ربنا يوفقنا جميعا ويوفق الفرقه وان شاء الله خير. يعني رؤيتك يا كابتن، يمكن في مهمة كبيرة في انتظار مستر ديفيد ديفيس. الحقيقة ان يمكن فعلا الفريق دلوقتي بيؤدي اداء مشرف وقوي طبعا في سوبر جلوب، ولكن ايضا في يعني بطولات هامة خلال الفترة المقبلة. هو اتكلم عن ان فيها هيبقى في فترة اعداد كافية بالنسبة له، ولكن برضو هي يعني يمكن بطولات كتيرة في وقت برضو قليل، يعني استئناف دوري المحترفين وايضا كاس سوبر افريقي وكاس الكؤوس الافريقية. شايف المهمة دي ازاي قدام مستر ديفيد؟ يعني ان شاء الله مستر ديفيس يكون قد المهمة ديت. طبعا مش عايزين نقول ان الفريق في كاس العالم الانديه دلوقتي عامل اداء مشرف جدا، قدر انه يكسب بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي. ربنا يوفقهم ان شاء الله. مباراه النهارده صعبه ومجدبورج، بس هم يعني طبعا اللعيبه والجهاز الفني اللي موجودين كابتن ياسر لبيب واحمد سالم، يمكن ربنا يوفقنا ان شاء الله النهارده ونحقق حاجه كويسه ونطلع للنهائي وربنا يكرمنا ان شاء الله. كتير حضرتك شايف ان فكره وجوده في مصر خلال تدريب منتخب مصر لكره اليد كانت يعني يمكن فتره برضو تساعده على فكره توالي المهمه في النادي الاهلي، ولا حضرتك شايف انه المهمه ممكن تكون مختلفه؟ وطبعا مستر ديفيز لما جه طبعا 2019 عمل طبعا انجازات مع منتخب مصر، وقدر ان هو يطلعهم من مثلا من المركز 14 او 16 اللي كنا بناخده مؤخرا في كاس العالم الى المركز الثامن. طبعا هو جاي متحمس طبعا، وسال طبعا الناس على الفرق وحتى كمان فرق الناشئين، طبعا سال على كل الناس اللي تحت مين اللي موجود ومين اللي يقدر يبقى موجود معانا، وهو يعمل طبعا خطه كامله لجميع المدربين في النادي الاهلي. نتمنى ان هو ربنا يوفقه الفتره اللي جايه، وهو الراجل جاي متحمس طبعا وعارف قيمه النادي الاهلي الكبيره اللي احنا فيها، وربنا يكرمنا ان شاء الله بوجوده وطبعا بوجود الناس كلها اللي موجودين. يعني كابتن اشرف، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه نادي الاهلي. شكرا وسلامي للكابتن هيثم. شكرا طبعا. اكيد يا كابتن هيثم، يمكن وصل لك طبعا سلام كابتن اشرف يعني في البدايه ودلوقتي طبعا في النهايه. اكيد ده طبعا كان لقائنا مع كابتن اشرف عواد، طبعا اسطوره من اساطير كره اليد بالنادي الاهلي. بشكرك جدا.